السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد على قناة موروكان بيردز المختصة في تربية طيور الزينة وأيضا أسماك الزينة، وهيا بنا لنبدأ الفيديو. كما قرأتم إخواني الكرام في العنوان، فيديو اليوم إن شاء الله سوف نتحدث فيه عن طفرات طيور الفيشر المتواجدة بدولة المغرب، وأيضا سوف نذكر لكل طفرة ثمنها. وأول طفرة إخواني الكرام سوف نبتدئ بها وهي طفرة الفيشر البايد، حيث يتميز طائر الفيشر البايد بوجود بقع بلون مختلف على الريش بسبب عدم وجود صبغة تسمى بالميلانين في تلك المناطق، ويمكن لهذه الطفرة أن تظهر في ألوان مختلفة اعتمادا على اللون الأصلي السائد للطائر. فمثلا إخواني الكرام، إذا كان اللون السائد للطائر وهو اللون الأخضر فسوف تظهر هنالك بقع باللون الأصفر، أما إذا كان لون الطائر السائد وهو الأزرق فسوف تكون البقع باللون الأبيض. وبالنسبة إخواني الكرام لثمن هذه الطيور فيبتدئ من 300-400 درهم فما فوق، أي ما يعادل 30 أو 40 دولارا على حسب السوق. والآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى الطفرة الثانية، وهي طفرة الألبينو المحبوبة عند الكثير من المربين، وفيها يكون طائر الفيشر باللون الأبيض وتكون أعينهم حمراء أو وردية، وذلك بسبب انعدام وجود صبغة خزعية العين. وهذا النوع إخواني الكرام يعد من الطيور النادرة جدا، وقد يبتدئ ثمنه من 1000 درهم أي ما يعادل 100 دولار، وهذه الطفرة إخواني الكرام قليلة في السوق. والآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى الطفرة الثالثة، وهي طفرة اللوتينو، وهذه الطفرة يمكن الحصول عليها بعد إزالة أثر صبغة الميلانين الخضراء بالكامل من جسد الطائر ليظهر أصفر اللون بالكامل تقريبا. فإخواني الكرام، إذا قمنا بإزالة الصبغة الخضراء أي اللون الأصلي لطيور الفيشر فسوف تظهر لنا هذه الطفرة، إذ يكون الظهر والذيل والصدر أصفر زاهي اللون، والمنقار يكون باللون الأحمر، أما الرأس فيكون برتقالي مع وجود قليل من اللون الأحمر على الوجه. وبالنسبة إخواني الكرام لثمن هذه الطفرة فيبتدئ من 300-400 درهم فما فوق. والآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى رابع طفرة، وهي طفرة السينامون، وتعتبر من بين الطفرات الجميلة التي يظهر فيها ريش الطائر، حيث يكون ريش الطائر إخواني الكرام بيت اللون إما أزرقا وإما أبيض. يبتدئ ثمن هذه الطفرة إخواني الكرام من 200 درهم أي ما يعادل 20 دولارا. والآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى الطفرة الخامسة، وهي طفرة البيرسوناتا، وهذه الطفرة محبوبة عند الكثير من المربين وذلك لجماليتها الخاصة، حيث يكون لون الرأس عند طيور الفيشر في هذه الطفرة كله باللون الأسود، ويكون المجموع الإجمالي للألوان التي يتشكل منها الطائر وهو 3 ألوان، فإما أن يكون الطائر باللون الأزرق والأبيض والأسود، أو يكون باللون الأخضر ثم الأصفر ثم الأسود. وهذه هي طفرة البيرسوناتا، حيث يبتدئ ثمنها من 400 درهم أي ما يعادل 40 دولار. والآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى طفرة أخرى، وهي الطفرة السادسة، وهي طفرة الأوبالين. وطفرة الأوبالين من بين الطفرات المحبوبة عند الكثير من الأشخاص، حيث يكون مجموع ألوان التي يتكون منها الطائر وهو لونين، إما يكون بالبرتقالي أو الأحمر،
أما كامل الجسم فيكون باللون الأخضر. وكما تشاهدون إخواني الكرام في الصورة فهي واضحة جدا. أما بالنسبة إخواني الكرام لثمن هذه الطفرة فيبتدئ من 300 درهم أي ما يعادل 30 دولار. والآن إخواني الكرام سوف نكون قد وصلنا إلى آخر طفرة وهي الطفرة السابعة وهي الطفرة الجميلة جدا وهي طفرة الباربلو. طفرة الباربلو قد عرفت مؤخرا إخواني الكرام بالنسبة لدولة المغرب فمؤخرا قد ظهرت وبشكل كثير في السوق ولكن لا تزال محافظة على ثمنها وأيضا قليلة جدا. ويتميز هذا النوع من الطيور بوجود مجموعة من الألوان في الطائر حيث نجد اللون الأزرق أو اللون البنفسجي ومن بعده نجد اللون الأصفر ثم اللون الأسود ثم اللون البرتقالي والمنقار يكون به اللون الأحمر. ويبتدئ ثمن إخواني الكرام هذه الطفرة من 500 درهم أي ما يعادل 50 دولارا. وكان إخواني الكرام هذا فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا كنت إخواني الكرام قد نسيت طفرة ما لأنني لم أذكر جميع الطفرات فلا تنسوا أن تكتبوها لي في التعليقات. ومع السلامة، نلتقي في فيديو جديد وجميل إن شاء الله. ومع السلامة. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.